مشاهدينا، لمزيد من المتابعة والتفاصيل تنضم إلينا من شرم الشيخ الزميلة ريهام أديب مفادة التلفزيون المصري. بعد التحية ريهام، ضعينا في تفاصيل المؤتمر الصحفي الذي عقده مبعوث الرئاسة الأمريكي للمناخ جون كيري من قبل قليل، وأهم ما جاء فيه من مزيد حول رده على استفسارات التلفزيون المصري. إليك ريهام. أشكرك فاطمة. الحقيقة يعني هذا المؤتمر الصحفي كان مؤتمر ثري بالكثير من التصريحات الخاصة بالمبعوث الأمريكي الرئاسي الخاص بشؤون المناخ أو المعني بشؤون المناخ، فتحدث بشكل أساسي عن أبرز التحديات المختلفة التي تواجه العالم نظرا للأثار السلبية للتغير المناخي، وأن هذه القضية هي قضية تحدي وجودي أمام العالم بأسره، وبالتالي لابد من أن يتكاتف كل المجتمع الدولي من أجل لمواجهة هذه التداعيات الخطيرة للتغيرات المناخية. ثم بدأ بعد ذلك يتحدث بشكل أساسي عن المبادرات التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي بالأمس جو بايدن. الكثير من المبادرات تم الإعلان عنها والتأكيد عنها أنها بتعتبر خطوات نحو التنفيذ. توجهت بسؤالي إلى جون كيري حول كيفية أن تتحول كل القرارات إلى واقع فعلي، لأنه هذا المؤتمر بيحمل شعار معا للتنفيذ في مؤتمر COP27، وهذا هو الذي يميز هذا المؤتمر، ما يحمله من يعني أجندة مهمة للغاية لابد أن تنفذ على أرض الواقع من خلال المشاركة الدولية الواسعة من قادة ورؤساء العالم وكل ممثلي المنظمات الإقليمية والدولية والمؤسسات المالية، وبالتالي لابد أن نصل إلى قرارات يعني منفذة على أرض الواقع. تحدثت معه يعني عن كيفية تحويل هذه القرارات إلى واقع فعلي، وأنه يجب أن يكون هناك أو كيف يمكن أن يكون هناك تعاون وفرص للتعاون بشكل خاص فيما يتعلق بالمشروعات المتعلقة بدعم التكيف، والتي يعني هذه المشروعات التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة بشكل خاص لدى الدول النامية والدول الأفريقية طبعا. ومن هنا تحدث على أن يعني هناك مجهودات بتبذل بشكل كبير من أجل تحقيق وتنفيذ كل القرارات التي تم اتخاذها في المؤتمرات السابقة، وأيضا نحو تنفيذ المبادرات التي تمت بالتعاون بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية في هذه القمة الاستثنائية وهذه الدورة الاستثنائية من مؤتمر COP27 لتغير المناخ. ذكر أن هذه المبادرات سوف توضع موضع التنفيذ خلال الفترة القادمة، وبشكل خاص أن قضية التكيف هي قضية في منتهى الأهمية لأنها بتعتبر حجر الزاوية وخط الدفاع الأول لمواجهة التداعيات الخطيرة الخاصة بالتغيرات المناخية. هذا هو أبرز ما ورد في هذا المؤتمر الصحفي الهام للمبعوث الرئاسي الأمريكي لشؤون المناخ، لأنه يعني أكد أكثر من مرة في كل التصريحات التي أدلى بها في هذا المؤتمر الصحفي أنه لابد أن يكون هناك تعاون تام من أجل تنفيذ كل القرارات التي وردت في المؤتمرات السابقة وكذلك أيضا في هذا المؤتمر، وضرورة أن توضع في الاعتبار أيضا يعني قضية التمويل. هذه أيضا نقطة أود أن أشير إليها فاطمة. التمويل هو قضية محورية وقضية لابد أن ينظر إليها بعين الاعتبار، ومن هنا أشار إلى أبرز المبادرات وذكر وبالأرقام أبرز المبادرات التي تحدث عنها الرئيس الأمريكي جو بايدن: $150 مليون لدعم التكيف في القارة الإفريقية بعنوان مبادرة بريبير، $630 مليار أيضا من أجل دعم القضايا أو يعني مقاومة الآثار السلبية للتغير المناخي وخفض الانبعاثات، وأيضا دعم كل ما يتعلق بالتكيف. وكما تلاحظين أن التكيف بيحظى باهتمام كبير للغاية في معظم المبادرات الخاصة برئيس جو بايدن وبكل الحضور هنا في كل الجلسات، هناك تركيز رئيسي على التكيف. كذلك أيضا أشار إلى المبادرة الخاصة بالرئيس الأمريكي جو بايدن $2 مليار إلى أنغولا، والتي سوف تعمم في العالم لبناء محطات للطاقة الشمسية، بالإضافة إلى الكثير من المبادرات الأخرى والتعهد بالالتزام بخفض الانبعاثات من قبل الولايات المتحدة الأمريكية بحلول 2030.
وثلاثين. هذه كانت أبرز النقاط التي وردت في المؤتمر الصحفي الذي تابعناه وشهدناه جميعا لجون كيري المبعوث الرئاسة الأمريكية لشؤون المناخ من هنا من مدينة شرم الشيخ المدينة الخضراء. لكن ريهام، بالحديث عن التكيف مثلما ذكرت منذ قليل، ماذا عن جلسات اليوم والخاصة بالتكيف والزراعة التي تابعتيها اليوم؟ بالفعل فاطمة، اليوم هو يوم التكيف والزراعة، ويعني هذا اليوم معظم الجلسات متعلقة بكل المسائل التي ترتبط ارتباطا وثيقا بالتكيف، الزراعة وكذلك أيضا المياه وكذلك أيضا حماية المناطق الساحلية، مثلما كان الجلسة التي كانت قبل أن أظهر معك مباشرة وتابعت جزء منها أيضا فاطمة، كيفية أيضا معالجة damage and loss أو الأضرار والخسائر، وهذا المصطلح هو لأول مرة بيظهر في هذا المؤتمر عن باقي المؤتمرات السابقة، مصطلح الخسائر والأضرار وكيفية معالجتها، وهذا أيضا في إطار التنفيذ، ليس فقط مجرد رصد الخسائر والأضرار ولكن كيفية معالجة الخسائر والأضرار، كذلك أيضا محاولة الوصول إلى حلول للمخاطر المختلفة. هي جلسات كلها بتدور في الأساس حول التكيف مع التداعيات الخطيرة الموجودة بالفعل للتغير المناخي، ومن بينها طبعا الزراعة، وكان أيضا هناك تركيز على أن يكون هناك تنويع في مصادر البروتين، وأن يكون أيضا هناك انتقاء للأغذية التي تعتمد على النباتات بشكل أكبر. كانت هذه أبرز المحاور التي أيضا يعني كانت هي الأساس في الجلسات التي انعقدت حتى الآن في هذا اليوم الخاص بالتكيف والزراعة. أيضا هناك نقطة مهمة للغاية أود أن أشير إليها فاطمة، وهي التركيز على دعم أنظمة الرصد المبكر أو الإنذار المبكر، لأنها بتسهم إلى حد كبير من خلال ضخ الاستثمارات الكثيرة فيها، أنها بتعمل أيضا على الحد من التداعيات الخطيرة بالنسبة للتغيرات المناخية، وبتحمي القارة الإفريقية من الكوارث الطبيعية المحتملة. إليك فاطمة. ريهام، تحدثوا أيضا في بعض من الجلسات عن الغذاء وكيفية توفير هذا الغذاء الصحي للملايين حتى نستخدمه في ظاهرة التغير المناخي والحد من الاحتباس الحراري، كيف من الممكن أن نستخدم هذا الغذاء وما رصدتيه اليوم من فعاليات تخص هذا الغذاء والحديث عن الغذاء؟ منذ الصباح يعني عندما جئنا إلى هنا لهذه التغطية، لأن طبعا كما تعلمين نقوم بالتغطية للتلفزيون المصري للشاشة القناة الأولى لحظة بلحظة لكل الفعاليات والجلسات الخاصة بهذا المؤتمر المهم على الساحة العالمية قبل أن يكون على الساحة المحلية، وجدنا أن هناك وقفة من بعض الوفود المشاركة في المؤتمر ومكتوب على اللافتات التي يحملونها بي فيجن، فهم بيطالبون أن يكون هناك يعني إقبال بشكل أكثر على الأغذية التي يعني تعتمد على النباتات بشكل أكبر، الخضروات والنباتات بالضبط، وأنه يكون هناك أيضا تنويع في مصادر البروتين حتى يتم الحفاظ على الكائنات الحية الموجودة وحمايتها من الانقراض. وهذه الوقفات نتابعها يوميا في الصباح قبل أن نبدأ معكم هذه التغطية. هذا جانب. الجانب الآخر، معظم الجلسات تحدثت على أنه تنويع المواد الغذائية وتنويع أيضا ما يتم زراعته بيسهم إلى حد كبير في التصدي لهذه الأثار السلبية للتغير المناخية. إذن هناك يعني تضافر بين كل الأطراف المشاركة في هذا المؤتمر، بين رؤساء وقادة الدول وأيضا رؤساء المؤسسات المالية والمجتمع المدني والقطاع الخاص في كل المجالات، من أجل الوصول إلى هدف واحد وقرار واحد ينفذ على أرض الواقع متعلق بمواجهة التغيرات المناخية سواء بالتخفيف أو بالتكيف
وأيضا من خلال التمويل الذي يعتبر هو حجر الزاوية لتنفيذ مختلف الإجراءات والمبادرات المناخية. أيضا أريد أن أضيف نقطة معك فاطمة، أنه جون كيري خلال المؤتمر الصحفي تحدث عن مبادرة نوفي، هذه المبادرة الوطنية غاية في الأهمية والتي تهدف إلى الاقتصاد الأخضر والاستثمار في المشروعات الخضراء، وأنها بيتم من خلالها الاستثمار في كل ما يتعلق بمشروعات المياه والغذاء والطاقة حتى يتم التحول إلى الاقتصاد الأخضر، لأن هذه المبادرة هي مبادرة تشمل مشروعات كثيرة بكل تفاصيلها وبتساهم في تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وأنها مبادرة جيدة من قبل مصر مثلما أكد جون كيري. ريهام، عنوان الجلسات اليوم هو التكيف والزراعة، ما الذي رصدتيه اليوم في هذا الصدد، وكيف يمكن للزراعة أن تخدم وتسيطر وتحد من ظاهرة التغير المناخي والاحتباس الحراري؟ من خلال اختيار مختلف الأنواع التي يتم زراعتها، يعني اختيار الأنواع التي يتم زراعتها، وهذا ما ركزت عليه مختلف الجلسات، هذا بيسهم في الحد من الأثار السلبية لتغير المناخ. فهناك بعض الزراعات التي تسهم في زيادة هذه الأثار والتداعيات الخاصة بالتغيرات المناخية. كذلك أيضا تم الإشارة في هذه الجلسات إلى جانب الزراعة، تم الإشارة أيضا إلى أن هناك بعض المناطق الساحلية مهددة بشكل كبير بسبب ارتفاع مستوى المياه، بسبب أيضا يعني هطول الأمطار بشكل كثيف للغاية، تغيرات مناخية بتشمل العالم بأسره، كوارث طبيعية العالم أيضا بأسره مهدد بها. وبالتالي هذه القضية التي يعني أعلن معظم المسؤولين هنا في هذا المؤتمر، سواء كانوا رؤساء أو قادة أو وزراء أو يعني كل الأطراف، ممثلين منظمات الإقليمية وأيضا الدولية وخبراء في البيئة، ذكروا أن هذه هي قضية تحدي وجودي حقيقي، وهي معضلة إنسانية لابد أن يتوقف العالم بأسره من أجل مواجهة ويعني العمل على الحد من هذه الآثار السلبية للتغيرات المناخية من خلال مختلف القرارات التي صدرت في المؤتمرات السابقة وتحويلها إلى واقع ملموس ينفذ على أرض الواقع، وبشكل خاص أيضا يعني إزالة الأضرار التي لحقت بالدول الأفريقية والدول النامية والفقيرة التي تعتبر أقل مسؤولية عن هذه الأثار السلبية، ولكنها هي الأكثر تأثرا والأكثر أيضا ضررا من هذه المتغيرات المناخية وتداعياتها الخطيرة. ريهام، بالطبع العالم كله يعاني من كوارث طبيعية كثيرة بسبب ظاهرة التغير المناخي والاحتباس الحراري، واليوم أيضا تحدثوا عن مصطلح النظام البيئي الصحي، هل رصدتي أي معلومات عن هذا النظام البيئي الصحي أو تابعتي أي جلسات تخص هذا النظام البيئي الصحي؟ النظام البيئي الصحي بيعتمد على الكثير من العناصر المختلفة، مثل ما ذكرت لك في البداية هناك تأكيد في كل الجلسات على مدار أيام هذا المؤتمر على دعم أجهزة الإنذار المبكر والرصد المبكر، لأنها بتسهم في الحد من التداعيات الخاصة بالتغيرات المناخية بشكل خاص في القارة الأفريقية. ومن قبل كان هناك تصريح لرائد المناخ محمود محي الدين، رائد المناخ للرئاسة في ملف المناخ بشكل خاص، تحدث على أنه هذا الملف هو ملف في منتهى الأهمية، أنه لابد أن يكون هناك استثمار ودعم تام لهذه الأنظمة الخاصة بالرصد والإنذار المبكر، لأنها بتحمي الدول الأفريقية من الكوارث الطبيعية المحتملة ومن التداعيات الخطيرة للتغيرات المناخية. هذا بالإضافة أيضا إلى أنه كانت هناك بعض الجلسات التي تحمل عنوان التكيف والصمود، الصمود أمام هذه المتغيرات، أمام هذه الكوارث الطبيعية. كذلك أيضا من خلال يعني يوم خاص، وهو كان بالأمس تحديدا هو يوم إزالة الكربون، كانت معظم الجلسات أيضا تتحدث عن أنه لابد أن تكون هناك يعني تعاون وتضافر في بين كل المجتمع الدولي للعمل على خفض نسبة الكربون، وهذا أيضا هو ما ورد في الكلمة الخاصة بالرئيس الأمريكي جو بايدن بالأمس، الحد من الانبعاثات الكربونية
وتقدم بمبادرة بهذا الشأن 630 مليار دولار لخفض الانبعاثات الكربونية، إلى جانب طبعا الأثار السلبية للتغيرات المناخية ودعم قضية التكيف. إذن المظاهر البيئية أو يعني كل ما يتعلق بمواجهة هذه الأثار السلبية للتغيرات المناخية تعمل جنبا إلى جنب من أجل تحقيق هذا الهدف الأساسي وأن ينفذ على أرض الواقع. ودائما نؤكد ونكرر هذه النقطة تحديدا معا للتنفيذ. المجتمع الدولي الآن بيجتمع في هدف واحد وتحقيق رسالة واحدة، وذلك من أجل العمل على حماية البشرية وحماية كوكب الأرض من هذه التغيرات المناخية الغاية في الخطورة، وبشكل خاص خلال الأجيال القادمة وخلال الفترة القادمة لابد أن نصل إلى أن تكون درجة الاحترار العالمي لا تزيد عن 1.5 درجة مئوية. وهذه الفترة تحديدا ووفقا للمتغيرات المناخية التي تحدث للأسف يعني هناك احتمال أن تزيد إذا لم يتم التضامن معا من قبل كل أطراف المجتمع الدولي، وهذا ما ينادي به هذا المؤتمر المهم COP27 من أجل العمل على عدم الزيادة لدرجة الاحترار العالمي عن 1.5 درجة مئوية. أشكرك شكرا جزيلا الزميلة ريهام أديب مفادة التلفزيون المصري إلى مؤتمر المناخ COP27 بشرم الشيخ.